هي بدينا بالسيستم الاصلي هي انفرتد بندلم موديل اوبن لوب، حطيت فيه الاي والبي والسي والدي الاصليات، فاذا فتحته راح تلاقي فيه الاي والبي والسي دي الاصليات اللي موجودين كانوا اصلا، وهذا سيستم انه عارفين انستابل. حتى هلا امبلس اذا دخلت له امبلس من هون، الامبلس عملتها حطيت ستيب وبعدها بشوي صغيره حطيت ستيب معاكسه. كيف تعرف انها ستيب معاكسه؟ بتطلع هدول، شايف هذا كيف طالع لفوق وهذا هون، وحطيت هذا بعد شوي صغيره من هون، فشو صار هدول لو قربتهم مع بعض شو بيمثلوا؟ بيشبهوا امبلس، كانهم بيشبهوا امبلس او بيشبهوا بلس. فايش عمالي كاني بعمل فيه؟ بدفشه، بدفشه دفشه بسيطه اللي هي اليوم هون بيتحرك. بعدين عملت بول بليسمنت زي اللي عملناها قبل شوي، وغيرت A و B، غيرت A بس مش رح يتغير B و C و D، مش هيك؟ A، فA من A القديمة رح تصير A الجديدة، وA الجديدة رح تعتمد على K1 K2 K3 K4. وبعدين C ما لعبتش بC، ما غيرت C، فC شو عم بتطلع لي كانت حسب الماتريكس شفناها قبل شوي؟ X1 و X3، X1 اللي هي كانت ثيتا، أنا سميتها هون ثيتا، و X3 اللي هي البوزيشن، فرح يفرجيني البوزيشن تبعت الكارت. والاختلاف الوحيد بين هذا السيستم وهذا السيستم، طبعا هذا ستيبل مش هيك؟ هذا انستيبل. الاختلاف بين هذا وهذا هو ايه؟ فاخذنا كل اللي عملناه، الفرق بين هذا السيستم وهذا السيستم، اخذنا X1 ضربناها في قيمه K1 اللي طلعت معنا، X2 ضربناها بK2. هلا راح تبين معنا بشكل اوضح، راح اعملها بالطريقه الثانيه، ما راح اعمل هيك اخبيها منكم. ايش راح اعمل؟ راح احول C الى الايدنتيتي ماتريكس، راح اطلع X1 و X2 و X3 و X4، راح اضرب X1 في K1 و X2 في K2 وراح ارجعهم واطرحهم، وراح تشوف انه هذا السيستم. خلينا نشوف هلا الريسبونس تبع السيستم الاول. نعم. A الجديدة نعم. لا اختلفوا، اختلفوا، ما هو K هو اللي مكنني اغير الايجن فاليو. وببساطة كل اللي عملته استخرجت X1 وضربتها في K، واستخرجت X2 وعملت فيدباك. كاني على فكرة عم بعمل فيدباك من X1 وX2 وX3 وX4 وضربتهم بكيس بس. هلا إذا عملنا ران للسيستم مش راح أطلع على السيستم الثاني، راح نركز هلا على السيستم الأول. هذا واضح إنه السيستم هي ضربته في بلس هون، طبعا البلس أنا عريضة شوي هون، ممكن تصغرها إذا بدك زي ما بدك، بس أنا عشان أشوف الريسبونس. اللي فوق هو ثيتا، انسى هلا ثيتا مش 100% صحيحة، المفروض إنه ثيتا، بس اللي عم بيصير بثيتا ما بوقع البندلوم لأنه هذا ماشي ماشي باستمرار. فهي إكس، هاي البوزيشن. شو يعني فيزيكلي لو بدنا نفسرها فيزيكلي؟ لما ضربته في الامبلس هاي شو صارت في الكارت؟ عم تتحرك وضلت تتحرك هي. بالضبط، ضلت ماشيه ماشيه الى الابد لهي، يعني مش راح توقف. وهي هاي سببها الدبل بول. دبل انتجريتر عمل لي هيك، هي رامب كانها تحولت لرامب بالاخر. لاني ضربتها الضربه هاي البسيطه من برا. هلا لما غيرنا السيستم حسنا وضعه من هون، وراح ارد اخذ نفس الانبوت اللي اخذناه منهم، هيني انا ماخذه هون على هذا السيستم، هلا اطلع على هذا السيستم، الاختلاف الوحيد هو ايه؟ اخذت ايه الجديده. كيف انا نسخت ايه؟ انا عمليا انا فعليا رحت على الماتلاب ونسخت ايه بدل ما اطبعها بايدي، مين ايه؟ نيو اللي هي ايه ماينس بي. اوكي، ما تلخبط وتفكر ايه نيو اللي عملنا عليها ترانسفورميشن، مضبوط هناك في ايه، بس هذيك الايه شيء ثاني، شو كانت هذيك؟ غيرنا ستيت فيربلز، هذه ايه اللي هي ايه جديده بعد ما عملنا ستيت فيربل فيدباك. اخذنا نعم دكتور غاد، عملت انت رام هون عملت ستيب، بس انت بالواقع انت غيرت ال غيرت البولز. نعم عملت لنا شيفت قاعد، بس انا غيرت الانبوت، يعني شو استفدت؟ شو كان رام هون؟ لا لا بدخل ستيب، هلا بقدر ادخل ستيب. انا بس بدي افرجيك انه السيستم حتى اذا دخلت لها ستيب، اذا دخلت لها امبلس رح تصير انستيبل، مش هيك قصدك؟ يعني انسى هل انسى هلا هذه هون، نرجع لهاي، لو دخلت عليه ستيب نفس الشيء وضعه سيء كمان. اوكي مش راح يتحسن وضعه، نفس الشيء هو وضعه سيء، هو انستيبل، بس اي دفشه بسيطه اي ضربه بسيطه عليه راح يصير انستيبل السيستم. دكتور احنا شفنا مش هيك قصدك؟ هذا سؤالك؟ نعم احنا شفنا انستيبل بالبوزيشن، يعني نعم هو هلا انا بعرفش ليش ثيتا مش عم تتغير هون، انا توقعت انه ثيتا اللي توقع. مضبوط؟ ثيتا راح بس على اي حال هلا بنشوف، خلينا نطلع على هلا، سكرنا السيستم. شو يعني سكرنا السيستم؟ ما في فيدباك واضح عملته انا برا. انا ما اجيت اخذت من برا اخذت الاوتبوت، انا في داخل السيستم هون اخذت K1 وضربته في X1 وK2 في X2، هلا رح تشوفوها رح نعملها برا السيستم. فهذا البولز تبعت هذا السيستم مختلف عن البولز تبعت هذا السيستم. هلا السيستم اللي تحت على فكره، شوفوا بدي افرجيكم شغله تشوفوها قبل ما ادخل له ستيب وقبل ما ادخل له اي شيء. ايش مدخل له انا من برا؟ زيرو ولا شيء، بس بدي اغير له الانيشال ستيت تبعته، الانيشال كونديشن، فراح افترض انه هذا مثلا كان في مكان ثاني بعيد عن الاكس،
فراح اعطيه تو فاليوز. على فكره هذا هلا ريجوليتر صار. والريجوليتر كانه ايش طالب انه يكون الفاليو تبع ثيتا؟ زيرو. وايش الفاليو تبع اكس؟ زيرو. اثنين زيرو، ما انا ما دخلت شيء من برا. هذا صار زي ريجوليتر. حتى اتاكد انه ريجوليتر راح احرفه عن الانيشال فاليو تبعه. هلا هون في عندك انيشال كونديشنز. حتى انا حاططها هون انيشال كونديشنز، حاطط 0.5 لثيتا، 0.5 راديانس طبعا هاي راح تكون، ومتر لاكس. فراح يبدا من انيشال كونديشنز مش 0000، لانه ممكن تقول لي ما هو بدا من 00 وضل 000. اوكي؟ نشوف هلا ايش بصير اذا هون. اذا انا عامل رن للسيستم هذا مدخل له نثينج، ما في عليه شيء من برا، بدي اياه يعمل ريجوليشن لثيتا. راح نعمل رن. هاي اذا بنطلع هلا هون، خلينا نشوف من وين بدا. فيش انبوت عليه، هي الانبوت، الانبوت زيرو. قديش كانت الانيشال فاليو تبعت ثيتا 0.5 راديانز؟ قديش صارت في النهايه؟ زيرو. قديش كانت الفاليو تبعت اكس؟ واحد. قديش صارت؟ اذا هذا ريجوليتر عم بيشتغل هلا كريجوليتر، كانه عماله بقول انه انا مطلوب مني انه الفاليو اللي داخل لثيتا زيرو والفاليو اللي داخل لاكس هو زيرو. انا هلا برسمه بشكل اوضح، بتشوفوه بتفهموه بشكل اوضح. ان فاكت خليني هلا ارسمه قبل ما نكمل.